كونه يقول في كتاب الهندسية في المقدمة إنه الطالب يتعلم الهندسية عشان يعلي كلمة لا إله إلا الله، ويقول ده هوس ديني. تحقيق أحلام مثل امتلاك القوة العسكرية ده بدراسة الهندسة يعني النافذة، ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في الآفاق. طيب ما هو الكلام ده يا دكتور؟ الكلام ده هوس ديني. روح كويس. ده هوس. إمتى أسيادك اللي قروك في لاهاي ما كان تمشي تقول لهم ده هوس ديني، كونك تكتب إمتى في العملة بتاعتك الوطنية 1 دولار 5 دولار 10 دولار 20 دولار 100 دولار مكتوب عليها إن جود وي تراست، نثق بالله، وإن كان الله اللي بيعبدوه هو الثالوث بتاعه، لكن كاد منها في عملة وإنت بتاكل بيها وبتشرب بيها وشايلها في جيبك، ودي اللي غزوك بيها، ودي اللي لفوا بيها راسك وأكلوا بيها مخك، قروش وإنت شايلها في يدك وفي جيبك كاتبين فيها إن جود وي تراست. ليه ما اعترضت عليها؟ ما قلت ده هوس ديني، ولا حقهم هم ما هوس ديني، لكن حقنا نحن يبقى هوس ديني. دي ما معلومات موجودة تقدر تنكرها انت؟ جيب دولار السيدي نشوف مكتوب فيه شنو. شوف انت المعترض عليه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته اللي ما دايره، دار يحذف القرآن من المناهج التعليمية غير التربية الإسلامية، وفي التربية الإسلامية قلصوه ويحذفوا الأحاديث. محمد صلى الله عليه وسلم أكان وقت تمشي هناك في لاهاي تمشي تسأل عنه هناك بيقولوا عنه شنو؟ خليك من الكلام العالي كلام ربنا عنه، وإنك لعلى خلق عظيم. ده أنت ما بتقتنع به، أمشي أسأل جماعتك. وأنا نقلت يا أخواننا كلام هنا بنصه. أول حاجة كتاب مايكل هارت 1978، كاتب عنوان الكتاب The 100 Ranking of the Most Influential Person is in History، يعني العظماء المئة، ده عنوان الكتاب. شوف جوا أول واحد من العظماء المئة قالوا The first person on her list is Prophet Muhammad، ونحن بنقول صلى الله عليه وسلم. قبال ما انت تجي تتكلم هنا للمسلمين وتقول لهم نحن دارين نطلع القرآن ونطلع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امشي اسأل سيادك، اسألهم قول لهم محمد ده شنو عندكم؟ واشنطن بوست، دي الكترونيك نيوز بيبر وايجنسي بتنشر في 1930 عند تقرير، والتقرير ده عملوا منه نحت في المحكمة العليا يو اس سوبريم كورت، المحكمة العليا في الولايات المتحدة، نحتوا 18 نحت، وإن كان إحنا النحت ما بنقبله، 18 نحت ل 18 عظيم بيسموهم the greatest law givers، أعظم 18 مشرع مروا على التاريخ the history all over the centuries، أعظم 18 عملوا نحت اليوم، من ضمنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس لما اعترضوا كويس كاتبين جوا في النحت بتاعهم إنه US Supreme Court considers محمد to be one of the 18 greatest law givers. ديل الكفار بتاعينك قناعتهم إنه محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، هو من الـ 18 18 العظماء في وضع القوانين المر على تاريخ البشرية جمعاء. انت جاي هنا وذليل وحقير وما داير تعتز بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله نحن بنعتز بها،
ونعتز بأي حرف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يزال الناس لحد الليلة النظريات العلمية بتكتشف وبتطلع أبحاث وتثبت هذه الأبحاث. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمان قبل 14 قرن من الليلة.